هنتكلم عن التحديات اللي بتواجه منظمات المجتمع المدني في شمال سيناء، هنلاقي ان هي متعددة ومتنوعة. بس من اهم المشاكل اللي بتواجه منظمات المجتمع المدني في شمال سيناء هو التأهيل المؤسسي للكوادر الشبابية والبشرية الموجودة في الجمعيات، بالإضافة ان علاقة الجمعيات بالمجتمع وبالمواطنين في شمال سيناء المفروض ان هي تزيد، وده حيبان اثره مع زيادة الحوار والمشاركة مع كل فئات المجتمع. يمكن برضو من مشاكل منظمات المجتمع المدني في شمال سيناء مشكلة التمويل، مشكلة الموافقات والقوانين اللي بتحد من الموافقات على المشروعات. احنا حاولنا نتغلب على مشكلة التمويل دي مثلا بان احنا بقى عندنا وحدة انتاجية جوه الجمعية، مصنع المنتجات السيناوية، ولكن برضو ده بيحد من دورنا في ان احنا عندنا طموح اكبر ان احنا نشتغل على قضايا المجتمع، نشتغل على تمكين افراد المجتمع للقيام بدورهم الفعال والملموس، بس بنلاقي معوقات كتيرة. يعني نتخيل ان شاء الله من دورك انه يساعدنا في خلق حوار مجتمعي مع كل فئات المجتمع، تمكين منظمات المجتمع المدني، ان احنا برضو نلاقي التمويل المطلوب لخلق الحوار دوت، و ان احنا نقدر نوصل لكل فئات المجتمع في شمال سيناء، وخاصه في الوسط وفي الشريط الحدودي وفي كل مراكز المحافظه باذن الله.